ممثلا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى نواكشوط اليوم ليترأس وفد مملكة البحرين المشارك في القمة العربية في دورتها 27 التي تبدأ أعمالها في العاصمة الموريتانية نواكشوط غدا الاثنين. وكان في استقبال سموه لدى وصوله رئيس الوزراء الموريتاني السيد يحيى ولد حدامين والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. كما كان في استقبال سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة في قاعة الشرف بمطار نواكشوط فخامه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث نقل سموه لفخامه الرئيس الموريتاني تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى وشكر جلالة الملك المفدى على الدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته لزيارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لحضور القمة العربية في دورتها 27. كما تبادل سموه مع الرئيس الموريتاني أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والمسائل المتعلقة بجدول أعمال القمة العربية. وتناقش القمة عددا من القضايا التي تهم الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى بعض القضايا التي يتضمنها جدول أعمال القمة.